السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخويا كجوابا على الحالة اللي انت فيها، اول حاجة بغي نقولها لك، الدنيا كلها بما فيها من نعيم ومتع لا تستحق منا ان نصل الى هذه الحالة. ما قيمة الدنيا؟ يقول الصالحة اياك ان تضخم الدنيا في صدرك، حتى لك يوقع في مثل هذه الامراض النفسيه انه اعطى واحد الاعتبار اكثر من اللازم للمشاكل التي وقعت له. دائما اياك ثم اياك ان تضخم الدنيا في قلبك، اياك ان تعطيها حجما اكبر من حجمها. الدنيا هي شيء بسيط، شيء تافه، حتى إن ربنا عز وجل شبهها بأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ثم لما خلقها المولى عز وجل نظر إليها نظرة وأدبر عنها، ما بقاش كيشوف في الدنيا لا تساوي شيء. المشكل ديال الأمراض النفسية وهذه الحالة اللي كيكون فيها اضطراب صاحبها أعطى الدنيا واحد الحجم أكبر، وقعت لي واحد المشكلة وبقى خازنة في قلبه وضخمها ولكن يعيش معها وكينعس معها ويفيق معها أبدا. بغيتك أخويا يوسف وجميع السادة المستمعين اللي عندهم مثل هذه الحالات يستعملوا واحد المقص، ماشي مقص الرقيب، واحد المقص كيتسمى مقص كنقطع به الحبل ديال التفكير. الأحداث اللي وقعت لي أيام زمان والمشاكل اللي وقعت لي إلا كانت سعيدة وكانت تجلب إلي التفاؤل كنخليها تعيش معايا، اما اذا كانت احداث مؤلمه وكتخلق لي دائما التوتر غنقطعها بالمقص، هذاك الحبل ديال التفكير غنتخلص منه نهائيا وما غندمش. بالعكس، لان الدنيا هي اصلا لا تساوي اي شيء. خليك هكذا كيسموه بالفرنسي، خليك كول، خليك كمنفتح، خليك مقبل على الحياه. يوسف قلت بان المرض اللي عندك هو المس والاكتئاب، ذكرتي مرضين مختلفين، لأن المرض النفسي الاكتئاب هو كيصيب النفس البشرية، والمس يصيب الروح. احنا كبشر عندنا الأمراض العضوية وعندنا الأمراض النفسية وعندنا الأمراض العقلية وعندنا الأمراض الروحية، فنحن مجموعة من المكونات وهي متداخلة في بعضها. أحيانا قد يكون المرض مركبا من هذا وذاك، وكيكون أثره شديد على صاحبه، صاحبه يعاني معاناة شديدة، يتألم ألما عظيما. كن متأكد أخي الفاضل أن الأمراض النفسية والروحية هي من أعقد الأمراض، حتى إن حتى الأطباء النفسيين هما كيقدموا غير مقاربات، ما كيعطوش علاج نهائي، كيعطوا غير واحد تخفيف ديال الآلام وتسكين الآلام، وكيبقى دائما غادي معك بواحد تسلسل طويل. والأمراض الروحية أيضا هي غير واضحة، تظهر وتختفي، فيها الظاهر والباطن. فكيقول بأن الأمراض النفسية والروحية هي من أعقد الأمراض، ولكن أهل الله كيقول لك الأمراض النفسية والروحية هي من أبسط 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 الأمراض، ممكن تخلصوا منها في لحظة. في لحظة أشني هذه اللحظة؟ وهي أنني كنحمل نفسي أنني كنقلب الصفحة وأتوجه إلى خالقي وغنهز الحمل ديالي كله، الحمل اللي عندي كامل غنهزه وغنرميه على من؟ غنرميه إلى خالقي، إلى الباري عز وجل، ما نرميش على البشر. أي بشر كيف ما كان شأنه فهو ضعيف وهو محتاج وهو يئن ويتألم، أي بشر، حتى ولو كان الطبيب ولو كان راقم ولو كان من كان، البشر ضعيف. أنا سأتعامل مع رب البشر، غنرمي حملي كله على الله تعالى. أسهل طريقة حاول ديرها وتلقى بأنك كنت تحمل على ظهرك حملا ثقيلا حتى ولا ظهرك مقوس وليت كتشوف واحد الدائرة مغلقة. احرص على أنك ترمي حملك على الله. علمنا معلم البشرية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا عند النوم كل ليلة كنكون احنا محملين بالمشاكل والهموم. اش كنقول؟ كنقول وانا متوجه الى القبلة عند النوم: اللهم اني وجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. هذا الدعاء النبوي الشريف راه دواء عظيم وجليل وشامل وعميق للأمراض النفسية والروحية. كنقول يا ربي إني وجهت وجهي إليك، توجهت إلى الخالق، وفوت أمري إليك، كل أموري، علاقتي الزوجية، علاقتي مع الأولاد، علاقتي مع العمل، علاقتي المالية، كل شيء فوت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فوت الأمر وغتلقى راسك بأنك تخلصت من الكتلة الكبيرة الثقيلة التي كنت تحمل على ظهرك، أتخلص منها وتعود عادي. كذلك بغيتك أخويا يوسف في علاقتك مع زوجتك وأولادك، لا شيء يستحق الاهتمام. لماذا تدخل في صراع مع أم الأولاد وهي زوجتك، وقد خطبتها على سنة الله ورسوله، وتزوجتها بكلمة الله، وعشت معها أحداث جميلة، وأعطاك الله منها طفلين، حياة مرات في واحد اللحظات جميلة، واحد اللحظة وقع موقع، وقع الغيار بين الزوج والزوجة، وقعت المشاكل العائلية، كل الناس عندهم نصيب من ذلك، لا أحد هو مستثنى، حتى الأنبياء وحتى المرسلين عندهم مشاكل زوجية، حتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الرؤساء عندهم مشاكل زوجية، والفنانين والمشاهير عندهم بالفائض المشاكل الزوجية والعائلية والعاطفية. شكون اللي ما عندوش؟ لكن هناك فرق بين من يأخذ الأمور بهدوء ويأخذها بأريحية، ويلتمس الأعذار للآخرين، ويتجاوز عن أخطائهم، ويتذكر قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ويمسك الغضب، ويقول أجري على الله، عوضي على الله. فرق بين من هذا منطق تفكيره وبين من يدخله الأسى والحزن، وكي يغلق عليه الباب، وكيبقى يعض أنامل الندم ويقول لماذا جرى هكذا ولماذا وقع هكذا. إياكم أيها الأحباب أن تقولوا لماذا جرى وكيف جرى، لا تقل كيف جرى ولا لما جرى، ولكن قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بغيتك يوسف توطن نفسك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص من كل الأدوية، تخلص حتى في علاقتك مع الرقات، خلي علاقتك مع الله عز وجل. هذه الليلة هذه بغيتك يوسف أنك من اللي نسالي البرنامج غتتوضى وغتصلي ركعتين وغتسجد لله عز وجل، قل يا رب إني فوت الأمر كله إليك، أنت خالقي، أنت رازقي، والأمر كله بين يديك، اللهم يا رب العالمين ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأنا الآن بين يديك ضعيف، وأنا الآن بين يديك مريض وسقيم وعليل، ألتمس منك العطاء وهكذا أدعو الله كثيرا، سوف ترى العجب، هناك المدد 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 من عند الرحمن سبحانه وتعالى. أخي يوسف حاول أنك تربط العلاقة مع الزوجة من جديد، وقل في سبيل الله، في سبيل الله، وخا أنت مظلوم، وخا تمست الكرامة ديالك، وخا ضعت في رزقك، قل خليها في سبيل الله، خليها في سبيل، أطرق بابها. أولادك الصغار محتاجين إليك، تعانقهم وينامون في حضنك ويشعرون بدفئك. يا أخي يوسف هذه الدنيا كلها أش كتسوى؟ راه قصيرة، راه قصيرة بحال ربيع فصل الربيع، سرعان ما تنتهي، غدوز واحد الفترة زمنية وغتفكر يوسف وغتقول كم كنت أحمقا وأبلها ملي كبرت المشكلة وجعلتها عظيمة وخلتني هكذا مريض وسقيم، وليت كندور بالأطباء والرقات وسد علي الباب، والناس كيعيشوا الحياة، الناس راه مشاو في العطلة الصيفية سافروا واستمتعوا مع الزوجات ديالهم ووليداتهم وأنفقوا المال، ودابا دخلوا الدخول المدرسي وفرحانين، والأسبوع المقبل غادي يكون إن شاء الله تعالى ذكرى المولد النبوي الشريف، كتلقاهم الآن كيمشيو يشريو حويجات للوليدات ديالهم، والزوجات كيمشيو يقلبوا على الحلويات باش يوجدوا الفرحة ديال عيد المولد النبوي الشريف، وبعض المحظوظين راه قطعوا مشاو للعمرة باش يأديوا ذكرى المولد النبوي الشريف في البقاع المقدسة في المدينة المنورة. الناس فرحانين رغم غلاء المعيشة، رغم غلاء الأسعار، رغم المشاكل، كيرمي كل شيء خلف ظهورهم ويتقدمون إلى الأمام. أخي يوسف إياك ثم إياك أن تبقى سجين في هذه الدائرة المغلقة، أنت وحدك تستطيع أن تخرج نفسك من الدائرة، والمدد اطلبه من الرحمن.
فاللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا من كتب عليه على نفسه الرحمة، يا رحيما بالعباد، يا رب هذا أخونا يوسف يعاني ما يعاني، وإنك ترى مكانه وتسمع كلامه ولا يخفى عليك شيء من أمره. نسألك اللهم يا رب في هذه الليلة أن تجعلها آخر أحزانه وآخر همومه وآخر مشاكله. اللهم انزع من قلبه حد الشيطان، اللهم اصرف عنه الأمراض النفسية والأمراض الروحية، احفظه يا ربنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، احفظه يا ربنا من الأحزان والاكتئاب. اللهم املأ قلبه فرحة وسرورا وبهجة، وارزقه القوة والشجاعة حتى يدق الباب على زوجته، حتى يعود إلى أحضان ولديه، وحتى يعود إلى أحضان الأسرة كاملة. اللهم عجل له بالفرج يا رب، شافيه وعافيه وداويه، وارزقه الرزق الكثير الرزق الوفير، وبارك له فيما أعطيته. اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي.